فوائد الجريب فروت. الجريب فروت او بالعربية الزنباع او ليمون الهندي او ليمون الجنة هو فاكهة حمضية بتتميز بنكهة مميزة وقريش خاص، وهي ناتجة عن تهجين فاكهة البوميلو مع البرتقال. الزنباع غني بغذاء سي ضروري للمناعة وغذاء جي ضروري لحيوية الجسم، وفي نسب متفاوتة من معادن الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وقليل من الزنك واليود. بيحتوي على مجموعة أغذية ب خاصة حامض الفوليك الغني بالألياف الغذائية والفقير بالدهون. عصيره ممتاز للحصول على معدن الحديد. من فوائد الزنباع أنه بيساعد على تخفيف الوزن، بيحافظ على توازن الجهازين العصبي والتنفسي، بيكافح الإنفلونزا، وبيساعد في علاج التهابات المفاصل وحب الشباب، ومفيد جدا لصحة الجلد، بينقي البشرة وبينظف الجهازين الهضمي والبولي. إذا أكل مع اللب المر فوائده بتزداد أكثر، لأنه بيساهم في طرد الجراثيم من الجسم. بيحتوي على سكريات ضرورية لتزويد الجسم بالطاقة، مفيد جدا لتخفيض الوزن وحرق الدهون والنشويات. قشوره بتستخرج منها الزيوت العطرية الطيارة، ومن بقاياها مادة البكتين اللي بتستخدم لصنع المربيات. من سلبيات الزنباع انه بيمنع هضم بعض الادوية، فبتتراكم بالجسم وتصير مؤذية، مثل ادوية ارتفاع ضغط الدم وسيولة الدم والقلب ومضرات البول ومخفضات الكوليسترول والمسكنات على انواعها. بس هالشي ما بيعني انكم تحرموا حالكم منه، بامكانكم اكله قبل ب4 ساعات من تناول الدواء بدون اي مشكلة. فهو مفيد جدا جدا لكل الامراض اللي ذكرتها، والمشكل فقط من إعاقة هضم الأدوية في حال أخذت بنفس الفترة الزمنية، والحل هو مباعدة تلك الفترة. بتمنى هالمعلومات تكون فادتكم. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وتفتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت حتى تشاهدوا مواضيع أخرى مفيدة من إعدادي. إلى اللقاء.